كانت مسؤولية فوق ظهري ويعني مسؤولية بلد يعني مش مسؤولية الناس اللي في بلدان أخرى كلها يأمنوا بموهبتي فتأثرت صراحة. والمسؤولية هاي مش بس على عصام فكمان يوسف السلطان هالة المالكي ودموع بيعيشوا نفس الوضع بعد ما تأهلوا للنهائي. مبروك يوسف بفريق إليسا لنهائي The Voice وحتمثليها. مبروك. هذه هي عروستي اليوم. وبالرغم من فرحتهم بالنتيجة يلي حققوها إلا أنهم كانوا زعلانين على خسارة آية دغنوج، فيصل الأنصاري، خالد حلمي وحسين بن حاج. أنا بدي أقول له مبروك مبروك مبروك، لأنه إن كان عشان أسبوع واحد أنت الفويس، أنت The Voice وكل السلطان ما شاء الله كل اللي كانوا يوصلوا هالمرحلة They are the voice. ودعم فلة لحسين مش جديد، فهي سبق وتواجدت بـ The Voice وبالبريك طلعت لتسلم على حمائي. حمائي الراقي الفنان اللي أنا بحبه من زمان، لكن دلوقتي صرت أحبه الترابر وجدا جدا يعني كون أني سفيرة في الفن الوطن العربي فأتشرف بهذا الإنسان الراقي. أنا كمان بحبك وبحب أهل الجزائر، منورة يا حبيبتي. حبيبتي. والأكيد كمان أنه بحب رياضة، فشفناه بالكواليس بيلعب فوتبول مع اللاعب عمرو وردة يلي كمان إجا مخصوص ليكون جنب حمائي.